اشتكى سكان محافظة العقبة من وضع البنية التحتية بعد أن أغرقت مياه الأمطار بعض أحياء المدينة وشوارعها يوم أمس الجمعة. ردود فعل سكان العقبة على الحالة التي شهدتها المحافظة نرصدها في التقرير التالي. سكان محافظة العقبة عبروا عن استيائهم جراء غرق المدينة، كما وصفوا الوضع العام في المدينة وبيّنوا أن السبب عائد إلى افتقار المحافظة إلى شبكات تصريف المياه، معبرين عن الأضرار الجسيمة التي ألمت بهم. في المحدات الشرقية هون عندنا منطقة واطية جدا، منسوبة واطية جدا، كل ما إذا مطرت نص ساعة في السنة عندنا هون المنطقة المياه بتفوت إلى داخل منازلنا من جوا، وبعدين إحنا بنعاني كثير منها لأنه المية بتضلها يومين ثلاثة موجودة، والطين زي ما أنت شايف هاي كلها موجودة في المنطقة هاي كلها. ونحكي لهم إنه حكينا عدة مرات مع المسؤولين المفوضية، في عندنا مياه أمطار 4-5 مناهل هون ولكن غير عاملات. أنا مخسري في السيارة 5000 ليرة على الفاضي، كل هذا من مناهل مغلقة، وكل سنة نفس الإشي. السنة اللي مضت نفس الإشي، سكرت وغرقت السيارة، وهي ثاني مرة نفس القصة، كمان سكرت وهي غرقت السيارة، هي ثاني مرة. إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أكدت أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع بعض الحوادث الناتجة عن حالة عدم الاستقرار الجوي. ما هطل على مدينة العقبة يوم أمس كان يعادل هطولات موسم مطري ونصف، فبالتالي معدل الهطول كان كبير جدا، لكن الحمد لله توزعنا في مناطق مدينة العقبة والبؤر اللي احنا متعودين يكون فيها تجمعات مياه ساعد على سرعة الاستجابة وفترة التعافي. ما قبل الساعة 12 ظهرا الحمد لله كانت يوم أمس جميع الشوارع فاتحة، كان تبقى عندنا نفقين استطعنا إن شاء الله قبل الساعة 3 مساء أنه نفتح هذه الأنفاق. تأمين 66 شخصا إلى أماكن آمنة بسبب ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق المنخفضة، والتعامل مع 31 حالة شفط مياه من بعض المنازل التي داهمتها مياه الأمطار.